تعرفي شو مميزات الزواج من ممرض؟ تعرفي شو بيفرق عن غيره من باقي البشر؟ تعالي نحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، واليوم راح يكون نقاشنا عن ميزات الزواج من ممرض أو ممرضة. فإذا أنت بنت ومتقدم لك ممرض، أو إذا أنت شاب ومفكر تتزوج ممرضة، أو إذا أنت مخلص توجيه ومفكر تدخل كلية التمريض، فتعالوا نفهمكم ميزات كونك ممرض أو ممرضة. لو كانت أول مرة بتدخل القناة، لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك أي جديد، ولا تنسى زي دائما هاند واشنج، البس جلوفز، لا تنسى الماسك، وتفضل معي. من قطر أنا محمد ناصر أبو يوسف، وهذه قناة مذكرات ممرض. أول ميزة بالممرض أنه مهتم بالتفاصيل، فهو متعود دائما أنه أي شغلة صغيرة أو كبيرة على المريض لازم يلاحظها، لأنه أقل شغلة ممكن تؤدي لمشكلة كبيرة. فلو أنت مريضة ما راح يسألك مالك، أنت راح تروحي لحد عنده وتسأليه أنا مالي، فراح أقول لك أنت مثلا عندك التهاب بالأذن الوسطى، أنت شكله عندك جاستروتيرايتس، شكله عندك رشح، انفلونزا، كذا، فراح يعرف. برضه مش راح يجي عليك يوم زي باقي هالستات وتقولي له مش ملاحظ اني غيرت قصة شعري، مش ملاحظ اني غيرت لون شعري، لانه بدون ما تحكي هو منتبه على كل شيء. رقم اثنين، الممرض بيعرف انه كل اشي بالدنيا له expected complication، يعني كل دواء او عملية او اجراء طبي في له مضاعفات محتملة، فلما يضرب الكف وتحرض عندر اهلك ما راح يزعل وما راح اقول لك الحق معي، لانه الوضع الطبيعي للكف انك تحرضي. رقم ثلاث، الممرض منظم في شغله، وهذا الكلام بيؤدي انه يكون منظم في بيته. التمريض كله ترتيب وتنظيم، وكله تشيك ليست وتشييك. الممرض انسان متعود يشيك على كل اشي، يعد كل اشي، يتاكد انه العدد كامل، يتاكد من تاريخ الصلاحيه، ويتاكد انه في طلبيه الاسبوع هذا ولا لا. برضه لما يسجل اي اشي عن المريض في اشي اسمه كير بلان، يعني خطه تمريضيه، بخطط انه اليوم شو بدي اعمل لهذا المريض، الاسبوع هذا شو بدي اعمل، من هون لغايه ما يكتبوا له خروج شو بدي اعمل له، وشو الاهداف اللي لازم اوصل لها. فاي اشي راح ينقص البيت راح يجيبه قبل ما يخلص اصلا، واي اشي نفسك فيه راح يعمله قبل ما تطلبيه. رقم أربعة، الممرضين في عندهم اشي اسمه الكريتيكال ثينكينج والديسيجن ميكينج، يعني في احلك الظروف واصعب الاوقات دائما اعصابه هاديه، كل الناس بتعيط وبتبكي وبتنهار الا هو واقف زي الجبل، يا جبل ما يهزك ريح. فانت لو صار عندك لا سمح الله اي ظرف طارئ راح يعرف يتصرف، راح يسعف الانسان اللي بتخصه الحاله، وراح يطلب الاسعاف، وكل الناس حواليهم مش عارفين ايش يعملوا. رقم خمسة، الممرض انسان حنون متعود على العطاء، لانه دائما بيهتم بالمرضى، بيعطيهم ادويتهم، بيشرح لهم عن هاي الادويه، بيسمع لشكواهم، بيعطيهم الدعم النفسي. فانت كزوجته راح يكون حنون جدا عليك، لانه اذا ما كان حنون على الغريب بدوش يكون حنون عليك انت. رقم ستة، الممرض عنده طولة بال، لانه سوري بهالكلمه يعني كل يوم بتبهدل وبسكت، مش بتبهدل بمعنى بتبهدل انه انسان بيستاهل البهدلة، لكن طبيعة شغله بيتعامل مع الناس في اسوأ ظروفهم، بيتعامل مع ناس في احط حالاتهم النفسية، بيتعامل مع ناس طالعين من عمليات، متعرضين لحوادث سير، يمكن يكون مثلا واحد حامل ونزلت، يمكن يتعامل مع واحد ابنه مات قبل شوي، يمكن يتعامل مع واحد طالع من حادث سير ابوه كان معه بنفس السيارة وتوفى، يمكن يتعامل مع واحد طالع من عملية وعنده ألم شديد جدا. فمتعود انه يطول باله على الناس، ولو واحد قال له كلمة تجرحه فراح يقول الله يعينك ما هو من الوجع اللي انت فيه، بس تصير احسن من نتفاهم. رقم اثنين، برضو المسؤوليات اللي عليه مش قليلة، فهو بده يهتم بالمريض، بده يلاحظ كل شيء عليه، بده يسجل كل شيء عليه، واي شيء بصير بده يبلغ الانسان المختص، سواء عنده وجع بده يحكي مع الاخصائي، المريض جعان بده يحكي مع التغذية، عنده مشكلة معينة بده يحكي مع العلاج الطبيعي، انطلب له اي فحص بده يحكي مع المختبر. فهو متعود انه يكون فوق راسه اشياء كثيره، واذا ما طول باله ومسك اعصابه راح يسمع حكي من الهيد نيرس او من مسؤولته او من اي مدير. رقم سبعه، وهي نقطه في صالحك، غالبا غالبا زوجك مديرته ست، فهو متعود يسمع اوامر من الستات، فانت لما تقولي له اشتري كذا او جيب للبيت كذا او طلعنا على المكان الفلاني او ودينا عند دار اهلي مش راح يزعل. رقم ثمانيه، وان كانت مش موجوده عند كل البشر،
بس أغلبية الممرضين عندهم نقطة حلوة إنهم بيفصلوا بين الشغل والبيت. فالممرض بروح الشغل بتعرض لشتى أنواع العدوى، بسمع كلام زي الزفت، يمكن الناس يحكوا عليه، يمكن يسبوا عليه، يمكن يشتكوا عليه، يمكن إذا مريض مش في وعيه يضربه أو يزعله. ولكن بعد كل هذا بيرجع من الشفت مبتسم رايق مبسوط، يمكن يجيب لك معه هدية أو قالب كيك، ولا كأنه كان في عاصفة قبل شوي. رقم 9، نقطة حلوة، عندك واسطة بكل قسم بالمستشفى، وأي موعد راح تاخذيه راح يكون قريب. الممرضين بطبيعة الحال بيعرفوا بعض، وإذا دخل على المستشفى على أي قسم وقال لهم أنا زميلكم فلان بشتغل بقسم كذا، في له احترام. الموضوع مش موضوع واسطة أو محسوبية، لكن إحنا عارفين إنه عندك مرضى ووراك شغل وما بنقدر نعطلك. فإذا صار لا سمح الله إشي معك أو مع واحد من أولادك، فأي موعد راح تاخذيه راح يكون يا اليوم يا بكرة يا خلال هالأسبوع. أولادك برضو ما راح يمرضوا إلا نادرا جدا، وإذا مرضوا الدواء بيجيهم لحد البيت، وإذا واحد فيهم محتاج إبرة أو غيار على جرح أو إشي زي هيك راح ينعمل له في البيت، مش راح تضطر تضل رايحة جاية على الطوارئ والمراكز الصحية وتستني دور. هسه بفكروا عن جد. النقطة اللي بحكي عنها رقم 11، الرواتب كويسة وفرص السفر عالية. بالعادة الممرض حتى لو ظل في بلده بيكون راتبه أحسن بشوي صغيرة من باقي المهن. يعني لو جيت على أي مستشفى وحطيت الممرض جنب الصيدلاني، فن المختبر، فن الأشعة، يمكن تلاقي الممرض في أغلب الحالات أكثر 5% 10% الراتب. لكن النقطة الحلوة إنه فرصه بالسفر عالية جدا، خصوصا للدول المتطورة والدول اللي رواتب فيها عالية جدا جدا والدول اللي بتعطي جنسية. راح تقول لي باقي المهن، راح أقول لك باقي المهن عندهم فرصة، لكن أنت طلع على نسبتهم أو عددهم بالقسم أو بالمستشفى. لو جيت على أي مستشفى راح تلاقي فيه 1000 ممرض، وراح تلاقي 6-7 فنيين أشعة و5-6 في المختبر و10-12 واحد بالصيدلية. فأنت فرصتك عالية جدا للسفر والهجرة والعمل برا بلدك وإنك ترجع معك ثروة. النقطة اللي بعدها المكان الاجتماعي. أنا بعرف إنه الكل راح يزعل، لكن برضو من جديد وفي الفترة الأخيرة خصوصا بعد جائحة كورونا ابتدى يصير في قيمة كبيرة وتفهم من الناس نحو مجهود وتعب وقيمة الممرض في المجتمع. فحاليا لو قلت للناس أنا زوجي ممرض راح أكون في إلك احترام كبير، لأنه بعد جائحة كورونا الناس حست بقيمتنا، ومن قبل الجائحة في نسبة كبيرة من الناس بتحترمنا برضو لا يستهان فيها. رقم 13، الممرض ما بيقرف من إشي، وهي تعتبر ميزة برضو. بعض الناس لو ابنك انجرح جرح صغير بطرف إصبعه راح يخاف يحمله ويطير فيه على الطوارئ، بينما الممرض لو انقسمت نصين راح يقول لك عادي اهدي طولي بالك، هذا الموضوع بحتاج كذا وكذا، هسه بنروح على الطوارئ راح يعملوا لك كذا وكذا وكذا، اذا قالوا لك دخول قولي لهم جوزي ممرض بيعمل لي الغيار في البيت، انتوا بس اعطونا هالغرزتين وخلينا نروح. من الميزات والسلبيات في نفس الوقت انه الممرض مش فاضي يحك راسه، دوامه متقلب ليل ونهار ونهار وليل، فمش راح يزن عليكي بدي اكل بدي اشرب، وين القميص الابيض وين القميص الازرق، ليش لهسه ما شطفت البيت، ليش لهسه عند امك. وهو اصلا راح يدخل بيت بس بده ينام ساعتين ويرجع يطلع، زلمه مش فاضي يتنفس، ولو فضي ساعه واحده بتكون الك ولاولادك. رقم 15، الممرض ذكي وبتقدر ترمي عليه حمل تدريس الاولاد وخصوصا المواد العلميه. فاذا كنت انت تخصصك ادبي او حتى مش دارسه اصلا، انت اعطيهم عربي وانجليزي وخلي الباقي عليه ما عليك. وبرضه في بعض الدراسات بتقول انه الذكاء يورث او جزء منه بيكون جاي عن طريق الوراثه، فانت راح تضمن انه اولادك راح يطلعوا اذكياء، لانه اصلا كليه التمريض ما بتقبل اقل من 94-95%، فهو اصلا انسان عبقري من قبل ما يدخل الجامعه من اصله. طبعا كل اللي قلته هو رايي الشخصي، والمهم ارائكم انتم بالتعليقات. خلينا نتناقش ايش في شغلات نسيت اذكرها وايش في شغلات ما بتتفقوا معي فيها. ولو عجبك الفيديو اضغط له لايك، لو عجبتك القناة اشترك فيها. ابو يوسف بقول لك سلام عليكم.